بسم الله أعزائي الطلاب، أهلا بكم. هنكمل مع بعض الجزء الرابع من محاضرة الري بالتنقيط. وصلنا إن إحنا دلوقتي صممنا في المثال اللي معانا، صممنا الخط 16 ملي، خط المنقطات 16 ملي، والخط الفرعي اللي بيغذيه اللي هو خط 25 البي سي، وعرفنا الديستشارج بتاع خط المنقطات اي بي، والديستشارج اللي ماشي في خط الخط الفرعي ال 25 بي سي. دلوقتي هنخش على الخط اللي بعديهم، الخط ال 38 اللي هو خط سي دي اهو. دلوقتي انا عارف له من الرسم، طبعا بخلي الرسم بتاعتي قدامي اللي عليها الدايمنشنز وكل الابعاد بتاعت المواسير كل الاطوال، وابتدي انقل من على الرسم. دلوقتي انا عارف الخط ال 38 طوله اهو، اعرف له طوله من التخطيط بتاعي، واعرف الديستشارج اللي ماشي فيه، لان دلوقتي الخط ال 38 بيغذي خطين 25، وانا عارف تصرف الخط ال 25 الواحد اللي هو كيو بي سي، اضربه في 2 اجيب التصرف اللي ماشي في الخط خط ال 38 ملي اللي هو سي دي. عرفت كده بروح وانا انا عارف الديستشارج وعارف الديامتر، اتشيك على الفيلوستي. طالما عارف الديستشارج وعارف الديامتر يبقى بستخدم الفيلوستي از تشيك. لو انا كنت عارف الديستشارج ومش عارف الديامتر، ابتدي من افرض الفيلوستي بالكيو بالفي ماكسيمم. في الحاله دي في خط ال 38 بفرض الفيلوستي، لو احتجت افرضها بفرضها ب 2 متر بير سكند، لان ده بي في سي بايب لاين. لكن الخط ال 25 وخط ال 16 او ال 9 مللي بفرضها ب 1.5 متر بير سكند، لان ده بولي ايثيلين. تمام كده؟ فهنا دلوقتي انا عارف الديستشارج وعارف الاريا بتاع الخط، فتشيك على الفيلوستي ما تزيدش عن 2 متر بير سكند. فعلا الفي اكشوال ما زادتش 1.1 تقريبا. وهنا اروح بقى على طول اخر خطوه في تصميم الخط ال 38، ان انا احسب الهيد لوس اللي حصل طلع بالقيمه دي. تمام؟ من غير ما اضرب في تولتي هنا، لان الديستشارج في الخط الفرع 38 كونستانت على طول الديستشارج. خلصت الخط ال 38، جبت له عرفت له اللينس والديستشارج والفي والايه والهيد لوس. اتنقل على الخط اللي بعد كده اللي بيغذي الخط ال 38، في خط ال 50. الخط ال 50 اعرف له اللي هو دي اي، دي اي اعرف له طوله من على الرسم 50 متر، واعرف له الديستشارج اللي ماشي فيه اللي هو 2 او 4 كيو 25، الله 4 كيو بي سي او 4 كيو بي سي. يبقى اضرب الكيو بي سي في 4، اجيب الديستشارج اللي ماشي في خط سي اي، و ده الخط، اسف ده كده مكتوب غلط، الخط دي اي، الخط دي اي. اتاكد من الفي اكتوال كيو على الاريا طلعت اقل من 2 متر، اتس اوكي. اخر حاجه اجيب الديستشارج، اسف الهيد لوس اللي هيحصل في الخط دي اي اللي هو الخط 50 مللي. تمام كده؟ وكده يبقى انا جبت الاربع بيانات اللي انا عاوزهم، اللينس، الديستشارج، الفيلوستي، الهيد لوس. اخش على الخط اللي بعديه اللي هو الخط 62، اعرف له من على الرسم طوله برضو 50 متر، الديستشارج اللي ماشي فيه هيغذي اربع خطوط 38، وهيغذي او هيغذي اربع خطوط 38، وكل خط 38 بيغذي خطين 25. يبقى هضرب الخط ال 25 في 4 في 2 يبقى في 8، يبقى الديستشارج بتاع الخط 62 اللي هو اي اف او اي اف هيساوي 8 بي سي. يبقى اضرب الديستشارج بتاع البي سي اللي هو بتاع الخط ال 50 اضربه، دي مش في 4 المفروض في 8، يطلع لك الديستشارج بتاع الخط ال 62 اللي هو اي اف. جبت الديستشارج، اروح اتشيك على الفيلوستي طلعت اقل من 2 متر بير سكند. اخر خطوه احسب الايه، اخر خطوه احسب الهيد لوس، طلع بالقيمه دي 1.57 متر من قانون دارسي، وانا عارف الكيو ديستشارج الكيو واللينس والديامتر والفريكشن فاكتور. لو هو مش مدولك افرضه ب 0.015. اخر حاجه بقى برضو لازلت برضو بكمل تصميم، فاضل لي خطين، الخط اي اف جي
اخش على الخط ال 75 مللي اللي هو اف جي، عارف له برضو اللينس بتاعه اللي هو 25 متر من على الرسم، واحسب له برضو الدي سي تشارج اللي هيبقى 12 لانه متصل ب 6 ست خطوط 38، وكل خط 38 بيغذي خطين 25، يبقى 12 في كيو بي سي او كيو 25، واجيب الديسشارج اللي هيمشي فيه واتشيك على الفي اكتوال طلعت اقل من 2 متر بير سكند. اخر حاجه اجيب الهيد لوس اللي حصل فيه. اخر حاجه بقى بروح للخط اللي هو 110، عندي طوله اهو من النقطه جي لغايه البامب ستيشن، يبقى الخط جي بامب ستيشن او جي بي، طوله من على الرسم 300 اللي هي نص ال 600 زائد نص ال 295، يبقى الطول الكلي 450 تمام كده تقريبا، يعني 450 تقريبا 450، وده لما زي ما موجود في الجدول كمان الحسابات لما هنطلع. يبقى الديس تشارج اللي ماشي في، انا عرفت كده طول الخط ال 100 ال 110 مللي، الديس تشارج اللي ماشي فيه اللي هو 2 كيو اف جي، يبقى 2 في يبقى 2 في كيو اف جي، يبقى هضرب الكيو اف جي في 2 هيبقى 24 كيو بي سي كيو بي سي، وطلعت بالقيمه دي متر كيوب بير سكند. اتشيك على الفيلوستي تطلع اهو اقل 1.5 متر بير سكند، اقل من 2 اتس اوكي. اجيب اخر حاجه الهيد لوس اللي حصلت في الخط الرئيسي جي بام. يبقى انا كده خلصت تصميم كل المواسير، ابتدي احط الداتا اللي انا طلعتها دي كلها بتاعت الكالكوليشنز في الجدول التصميم اهو. اهو الجدول ده بيحتوي على اسم كل ماسوره انا صممتها والديامتر بتاعها واللينس والنمبر اوف دريبر لاين، عدد الخطوط الرشاشات المنقطات اللي بيخدمها كل خط انا بصممه، أو عدد خطوط المنقطات اللي بيخدمها كل خط منقطات اللي انا بصممه، عدد خطوط المنقطات اللي بيخدمها كل ماسوره من اللي انا بصممها، بعد كده الديس تشارج اللي هيمشي في كل ماسوره في كل وصله يعني في كل بايب لاين، بعد كده الفي اكتوال، كل الحاجات دي انا حاسبها ومطلعها عندي في الحسابات، بس انا بنقلها في جدول. ده جدول التصميم اللي انا براجع عليك بيه، ده مهم جدا ان بتحط لنا الداتا اللي انت حاسبها هنا اهو في الجدول وانا راجع عليك بيه. واخر حاجه بنحسبها الهيد لوس، وبجمع الهيد لوس بيساوي كام، واخر ماسوره رئيسيه الديس تشارج بتاعها ده هو الديس تشارج بتاع البامب. الجدول ده جدول الحسابات مبني على ان الدريبر لاين بيخدم 31 شجره. في المودل انسر اللي نازل لك في البي دي اف فايل في الليكتشر نوت اللي ليها بي دي اف فايل، نازل لك جدول تاني معمول على حسابات ان الدريبر لاين بيخدم 30 شجره بس مش 31 شجره. فهتبص تلاقي الارقام تقريبا متقاربه جدا ما بين الحل بتاعنا اللي هو في الباوربوينت والحل بتاع البي دي اف فايل اهو. الفرق بس في الهيد لوس في التجميعات، الهيد لوس الاخيره هنا 13.7 هنا 14.6، يعني فرق اقل من 1 متر تقريبا تمام. فالفرق ده مش مشكله، احنا بنتجاوز عنه في الامتحان واحنا بنصلح الامتحانات، فما فيش مشكله. اللي هيعتبر اللي بياخد بالماكسيمم كباستي واللي بياخد اقل منها شويه عدد صحيح يعني، فما فيش مشكله احنا بنتجاوز عن الفروق البسيطه دي في الحسابات. اهم حاجه ان الديامتر هتلاقيها في الحلين واحده، اللينسز واحده، يعني هتلاقي الثابت الديامترز واحده اللينسز واحده، الديس تشارجز فرق بسيط، وبرده الهيد لوس فرق بسيط. يبقى اللي فيه تغيير بس نتيجه اختلاف عدد الاشجار الديس تشارجز والهيد لوس، لكن الديامترز واحده واللينسز واحده. هو ده الريفرنس بتاعنا، ان الديامترز اللي بتاع الحلين متماثلين وال ايه الهيد لوس الديامتر واللينسز تمام كده. يبقى ده الحل النهائي. هنبتدي بس عشان نعمل ديزاين للبامب ستيشن، ادي الكيو بتاع البامب ستيشن 14.5 تقريبا متر بير سكند. الهيد اللي لازم ترفعه البامب هيساوي الاوبريتنج هيد بتاع الدريبر زائد السميشن بتاع اللوسز في الشبكه، هتجمع الاثنين طلع ب 29.6 تقريبا متر. يبقى انت هتجيب لنا هتستخدم البامب اللي هتشغل السيستم ده ترفع لنا تقريبا 15 لتر بير سكند مع
هيد 30 متر اللي هم بيساوي 3 بار تقريبا. الزياده دي بتبقى فاكتور اوف سيفتي عشان اضمن ان اللي هيخش اكشوالي في السيستم يغطي قيم الريكوايرد من الديس تشارجز وللهيد لوس. وبكده يبقى انهينا المثال الاولاني. نخش بقى على المثال الثاني. ادي المثال الثاني اهو بيقول لك the green area between two way roads is 9 متر width and 2 كيلومتر long. يعني الجرين اريا اللي هي الجزيره الخضراء اللي بتبقى ما بين اي طريقين من الطرق الصحراويه او الطرق الهاي ويز، مساحه عرض الجزيره دي هتتزرع بالاشجار عرضها 9 متر و it's cultivated with trees. اهي هتتزرع بالاشجار، السبيسنج بين الاشجار دي 3 في 3، والووتر كونسامشن بتاع كل شجره 50 لتر بير دي. it's to be irrigated using dripper irrigation. هيتم ريها بالدريبر irrigation او الدريب irrigation in 10 hours بير دي، وعدد ساعات تشغيل السيستم 10 ساعات في اليوم from a recycled water pumping station as shown. من محطة طرمبات بتعمل إعادة تدوير للمياه في المكان اللي موضح على الشكل اللي هو بتبعد عن الطريق ب 40 متر. كل طريق عرضه 30 متر والجزيرة عرضها 9 متر ومحطة الطرمبات بتبعد عن الطريق ب 40 متر، يبقى محطة الطرمبات بتبعد عن الجزيرة ب 70 متر. بيقول لك المطلوب بقى ايه؟ design all the system elements assuming any missing data. هتصمم له بقى كل شبكة المواسير بتاعت الدريب irrigation وتفرض اي داتا ناقصة اللي هي زي الفريكشن فاكتور او خلافه. طيب هناك هنا بقى هنبتدي برضو بأول مراحل من مراحل التصميم اهو، البلاننج اللاند بلاننج او التريز ارينجمنت، توزيع الاشجار او تخطيط الارض. ادي المساحه بتاعتنا اهي بتاع مساحه الجزيره اهي 2000 2 كيلو، طولها 2 كيلو يعني 2000 متر في عرض 9 متر، وادي محطه الطرمبات تبعد عنها ب 70 متر. وابتدي بقى اوزع الاشجار بسبيسنج 3 في 3 اهو. وزعت الاشجار وطلع ان الجزيره دي اللي هي 9 متر هيتحط فيها اربع خطوط اشجار، اربع خطوط اشجار، وكل خط فيه بقى عدد من الاشجار هنبتدي نحسبه لكل مديول لما نيجي نقسم شبكة المواسير على المساحة بتاعت الجزيرة اللي هتتزرع. طيب هنخش بقى في الخطوة التانية اللي هو البايب لاين بلاننج. لازم احط قدامي المود الستاندرد مديول اللي احنا خدناه في الشرح بتاعنا ده، توزيع الاقطار من اول الدريبر لاين والخط المغذي ال 25 بالتسلسل لغاية لما اوصل لمحطة الطرمبات. ده الستاندرد مديول بتاع ودرجات الاقطار بتاعت المواسير اللي بتغذي كل او بتشترك في الشبكه بتاعتنا. وهنا عندنا اقصى طول للدريبر لاين 150 متر، يبقى اقصى عرض للمديول بتاعنا 300 متر، او للنص مديول بقى لو هو عشان لو هو كان متماثل متقسم نصين يعني زي هنا 300 متر، ويبقى اقصى حاجه 600 متر للمديول الكامل. ابتدي اروح بقى للارض بتاعتي اهي اللي طولها 2000 متر، وابتدي احط الاول خطوط المنقطات. هحط طبعا مش هحط خط المنقطات في اتجاه 9 متر لان ده طول قليل قوي، لكن هحط في اتجاه الايه ال 2000 متر، وابتدي احط خط خطوط المنقطات. انا عندي هنا اربع خطوط، اربع خطوط اشجار، هحط على كل خط خطوط المنقطات بتاعتي. وهنا الخط الاحمر ده الداش بيبين خط المنقطات اللي هو مقسوم على 2، فيبقى لو هو هنا اخدته 150 يبقى 300، يبقى المديول كله 300، يبقى 600. ال 600 مش هتقبل القسمه على 2000، او ال 2000 مش هتقبل القسمه على 2000، ال 2000 مش هتقبل القسمه على 600، فاخد عدد رقم يقبل القسمه على 600. فممكن اخد 400 وال 400 دي اقسمها ل 200، وال 200 دي بتقسمها ل 100 و100، او اخد 500. يبقى انا كده خط طول خط المنقطات الواحد 100 100، يبقى في المديول في نص المديول الخطين اللي جنب بعض 200، في المديول الكامل يبقى 400، وال 400 تقبل القسمة على 200 تدي لك 5 مديولز، او واحد تاني ياخدهم 125 خط المنقطات 125، يبقى 125 في 2
يبقى 250، يبقى المديول الكامل 500، وال 500 ال 2000 لما تقسمها على 500 يدي لك 4 مديولز وهكذا. فانا هنا اخترت ان الخط من النقطات يبقى طوله 100، يبقى في النص مديول 200، الخطين اللي جنب بعض يديني طول 200، والخط الواحد اللي هو ال 100 ده يبقى فيه كام تري او كام شجره. انا كتبتها هنا لاينز، هي المفروض كام شجره. هتقسم ال 100 على 3 يدي لك 33 وشويه، فيا اما تاخدهم 34 تريز، خدت بالك، او 33 تريز، اي حاجه مش مشكله، مش هتفرق كتير. فانا هنا خدتهم 34، حد تاني ياخدهم 33، مفيش اي مشاكل. يبقى الخط الواحد فيه 33 34 او 33 شجره، مفيش اي مشاكل. وبعد كده احط الخط المغذي اللي هو الخط ال 25 اللي هو هيغذي خط المنقطات اهو. وبعد كده المديول ده اللي هو خط المنقطات مع الخط ال 25 هيتكرر، النص مديول هيتكرر يكمل مديول كامل اهو، ويبقى طول المديول الكامل كام؟ 200 و200 400 اهو، باربع خطوط منقطات وخطين 25. بعد كده يبقى ده نهايه المديول اهو، يبقى ده المديول الكامل اللي هيتكرر على طول الجزيره. وهو طول المديول 400 متر، وانا كل 400 متر هكرر المديول بتاعي ده اهو، واكرر واكرر لغايه لما اوصل لنهايه ال 2000 متر اللي هم 2 كيلو. يبقى انا كده وزعت المديولز بخطوط بتحتوي على خطوط المنقطات والخط ال 25 اللي بيغذي خطوط المنقطات. فاضل بس ان انا اوصل الخط الايه الفرعي اللي هيغذي الخطوط 25 دي لكل مديول، من منتصف الخط ال 25 لاول مديول واشد لغايه اخر مديول، تمام كده؟ الخط الفرعي ده بقى هبتدي اغذيه من منتصفه اهو بخط رئيسي. الخط الرئيسي ده هيوصل لمحطه الطولمبات بالشكل ده، وابتدي بقى اسمي الخطوط اللي انا كده. يبقى انا خلصت كل شبكه المواسير، خطوط المنقطات والخطوط الفرعيه والخط الرئيسي، ابتدي اسمي كل خط هبتدي اصممه. الخط المنقطات اي بي وعارف عليه 34 شجره، والخط بي سي، الخط ده بي سي ده عارف طوله وعارف ان هو خط فرعي 25 او 25 مللي، والخط الصغير اللي بعديه سي دي برضه خط 25 مللي. طب حد يقول لي طب ليه ما خدناهمش على بعضهم طالما هم طوله صغير ده 3 متر يعني؟ اقول لك مفيش فرق، مفيش مشاكل. اللي ياخده على بعضه من اول خط للمنتصف ومن اول خط المنقطات لغايه المنتصف مفيش مشاكل، ويضرب بس في تولت، او ياخدها واصله واصله ويعمل لها ديزاين ومش هيضرب في تولت زي، لان الديستشارج هيبقى ثابت مفيش اي مشاكل. بس انا ماشيلك هنا حسب الموديل انسر اللي نازل لك في البي دي اف فايل. وبعد كده هسمي بقى الخطوط الفرعيه اللي بتصل ما بين كل خط فرعي 25 25، الكونكشنز دي دي اي اي اف اف جي جي اتش اتش اي، وبعد كده اي هتوصل عند محطه الطرمبات الرئيسيه اي بام. يبقى هي دي الوصلات اللي هبتدي او المواسير اللي هبتدي اصممها. وابتدي اخد هنا بقى، خدنا عملنا زومنج على البايب لاينز اللي هو المديول بتاع الدريبر لاينز بالاشجار اللي عليه. وهنا هنا كاتبين لك هنا الدريبر لاين ده 16 مللي، هو احنا لسه ما نعرفش اذا كان 16 مللي، بس هو مجازا يعني كاتبين لك ده 16 مللي، احنا لسه ما نعرفش، ما دخلناش في الحسابات، مش عارفين اذا كان 16 ولا 9 مللي. خط منقطات انا لسه ما حسبتش، ممكن يكون 16 وممكن يكون ايه 9 مللي، لسه على حسب الحسابات. وهنا باخد المسار، اطول مسار ان انا هصممه اللي احنا سميناه سمينا كل كونكشن فيه اي بي سي دي اي لغايه البامب. يبقى ده مسار المواسير اهي بالابعاد عليها، اهي تفصيله كامله لخطوط المواسير بالجنكشنز اللي عليها باساميها. وابتدي بقى اصمم من اول خط اللي هو الدريبر لاين اي بي، وزي ما عملنا في المثال السابق الخطوات بقى تكراريه. هيكون عارف، انا عارف الخط دلوقتي عليه كام شجره، وابتدي احسب كل شجره محتاجه كام منقط. فهنا حسبنا هنا الديستشارج اللي محتاجاه الشجره في الساعه، قسمنا ال 50 لتر بالاور على 10 ساعات عمل، يبقى كل شجره محتاجه كل ساعه 5 لتر بالاور.
يبقى احنا هنجيب منقط يطلع لنا 5 لتر بالاور، والمنقط اللي بيطلع لنا 5 لتر بالاور الاوبريتنج هيد بتاعه 2 بارز. ده فرض من عندنا، احنا قلنا لك افرض اي ميسنج داتا، فده فرض. احنا اخترنا دريبر بيطلع 5 لتر وفرضنا الاوبريتنج هيد بتاعه، بس احنا في الحقيقه بيبقى عندنا تشارتس او جداول تيبلز بالدريبرز اللي موجوده في السوق، وكل دريبر قصاده الاوبريتنج هيد بتاعه، وبناء على الاوبريتنج على الديستشارج بتاع الاوبريتنج بتاع الدريبر حددنا ان خلاص ان كل شجره هتحتاج دريبر واحد، وبالتالي كده اقدر احسب الكيو بتاع الدريبر لاين اضرب عدد الدريبرز اللي هو بيساوي عدد الاشكار في تصرف الدريبر الواحد، يديني الديستشارج اللي هيمشي في الدريبر لاين اللي هو اي بي، ومن الديستشارج وافرض السرعه 1.5 متر بالسكند اجيب الدايمتر المطلوب. لو طلع اقل من 9 هاخد 9، لو طلع اقل من اكتر من 9 هاخد 16 ملي، واكمل بقيه الخطوات، اخش على الخط بي سي اللي هو الخط ال 25 اند سو اون، واكمل كل المواسير بالشكل ده، واطلع الداتا بتاعتي بتاعت الحسابات لكل بايب لاين في جدول التصميم ده بالشكل ده اهو، جدول التصميم اهو، اطلع فيه الداتا اللي انا بحصل عليها لكل ماسوره، اطلع كل خط وعدد الاشجار اللي هيرويها او عدد خطوط المنقطات اللي متحمل عليه والديستشارج واللينس طبعا والفيلوستيز. خدت بالك؟ بس هنا هتلاحظ في البايب بي سي والبايب سي دي عاملها 16 13 مللي، لا هي خليها 16، هي خليها 16 مللي. طب اللاين بي سي ده المفروض اللي هو الخط المغذي للدريفر لاين احنا قلنا بناخده 25، هو هنا عشان نتيجة التصرفات قليلة شوية فهو اخد الدريبر لاين ب9، والخط ال 25 خليها انت بس خلاص غير ال 13 خليها ايه 16، اخد الخطين دول ب16، الخط بي سي وسي دي الوصلتين بي سي وسي دي اخدهم بديامتر واحد اللي هو هنا كاتبه 13، لا بس خليهم في الحقيقة ايه 16، وبعد كده ال 16 هيتغذى من خطين ايه 25. انت مش شرط تكرر الكلام ده كله، يعني مش تاخد وصلتين 25، ممكن اخلي اول وصله اللي هي دي اللي هي الخط دي ايه 25، اللي بعديها اخليها 38 عادي جدا، فالهيد لوس اللي هنا هيقل كتير. بس هو هنا بيوريك ان انا ممكن اخد ماسورتين ورا بعض بنفس الديمتر طالما السرعه ايه وزن الرينج بتاعنا اللي هو اقل من 2 متر بالسكند، او اقل من 2 متر بالسكند او 1.5 متر بالسكند، تمام كده. فهو هنا عشان الفلوستيز عنده وزن الرينج خلى الديامترز تمشي معاه لاكثر من ماسوره مفيش اي مشاكل لغايه ما وصل للماسوره الرئيسيه وجمع الهيد لوس للمواسير كلها، وجاب في اخر خطوه الديستشارج توتال ديستشارج اللي هترفعه البامب، والتوتال هيد اللي هترفعه البامب من الاوبريتنج هيد والسميشن للوسز ومنسوب منسوب مياه السحب اللي هو اتش فلتر المنسوب او اللوسز اللي هتفقد في الفلتر ده، انا مش مديها لك اعتبرها بزيرو، اهم حاجه السميشن للوسز والاتش اوبريتنج، تمام كده. تجمعهم يدي لك الهيد اللي المفروض البامب ترفعه، هو هنا 127 يعني خلاها 130 متر يعني 13 بار، وترفع ديسي تشارج 4 لتر بالسكند، تمام كده. وهنا بيقول لك ممكن عشان اخفض اللوسز استبدل الماسوره الرئيسيه ال 50 تستبدلها ب 62 عادي جدا، وهنا فهتقلل لك الهيد اللي ايه اللي مطلوب لايه للبامب، تمام كده. وبكده يبقى انتهينا من المثالين بتوع الري بالتنقيط، وعرفنا خطوات التصميمية لأي شبكة من شبكات الري بالتنقيط، ونشوفكم إن شاء الله في محاضرات قادمة.